وصية أخيرة. الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. الله الله في الصلاة عباد الله، تبكيرا وخشوعا وأداءا. الله الله في النوافل، لقد ران على القلوب الران، فقل المبكر للصلاة وقل الآتي إليها. النائمون عن الصلوات ليتقون الله، النائمون عن الصلوات ليتقون الله. إن ضيعناها فماذا بقي لنا؟ إن أهملناها فماذا بقي لنا؟ لقد وصف الله المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأول صفاتهم الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. فلا تقدم عملا على الصلاة، ولا تقدم شغلا على الصلاة، ولا تقدم أي أمر على الصلاة، لنتقي الله عباد الله. فكثرت الشكوى وعمت البلية من أعداد المتأخرين والمتكاسلين والمتثاقلين. المدرجات بالمشجعين ملأى قبل حضور المباريات بعشرات الساعات. المدرجات ملأى بأعداد المشجعين ويتصارعون على شراء التذاكر ويتقاتلون ويدفعون الأموال. وتذاكر المساجد مهملة والمبكرين لها قلة. ألا فلنتق الله. وإني موصي نفسي قبلكم، أوصي أولادي وأوصوا أولادكم ليتقون الله. أين أولادنا من المساجد؟ أيها الآباء، أين أولادكم من المساجد؟ إني أوصي أولادي قبل أولادكم لنتقي الله في الصلاة. يا أولاد، يا أبناءنا، اتقوا الله. أين هم؟ شبابنا البارحة يعجون أصوات مزعجات إلى آخر الليل، تفحيط وإيذاء، ولكن في المساجد أين هم؟ في المساجد أين هم؟ من المسؤول؟ أنا أول واحد، أنا أول واحد فيكم مسؤول، ثم أنتم الثاني. لنتقي الله كلنا. الله سائلنا يوم القيامة: لا أجامل نفسي ولا أولادي ولا أولادكم. فهذه الفريضة إن ضيعناها ضاع منا كل شيء.